كاين راكي عارفه كل شيء. انا من 94 بقيتها انا وياه كنضلفقوا، اللي جا سكن دار براكه، اللي جا شد دار الحجر، اللي جا دار الثور، اللي جا حل الواد الحار، اللي جا دار قادوس، سدوا علينا حنا في خلوني انا بوحدي هاد الدري. السلام عليكم، انا محمد مادو من مدينه سديال التازي، كنسكن في حي ايدال. انا كنطري لي واحد المشكل على واحد الارض. انا الوالد ديالي كان عضو في النقابه الاتحاد المغربي للشغل، وهاد الدار هادي اللي كنصور فيها كانت بيرو ديال الاتحاد المغربي للشغل، وفي الاخر ملي كنبغي نهضر ولا كنبغي نادي ما عنديش امكانيات. شنو المشكل؟ شنو المشكل بالضبط على هاد الارض هادي اللي فعلا تازي؟ شنو وقع عليها بالضبط؟ هاد الارض هادي كلشي وهداك السيد تلاح ليها منين انا مات الوالد ديالي. شكون هو هاد السيد هذا؟ هاد السيد كيقولوا له مدن ياسين، المدن محمد، هذا البوب ديالو راه توفى دابا. دابا جا الدري ولده من القنيطره، كان في القنيطره كيبيع، كان كيشري يبيع ويشري في الومنيوم، جا لسيدي على التازي لهنايا وبغى يحط في البلاصه، ما خليت طرا بيناتنا نزاع انا وياه ما خليتوش، و وكيجيب الرمله دابا كيبغى يحطها بالليل، كيجيب الكاياس كيبغى يحطها بالليل. ناض دار بيا دعوه دابا، دابا راه دار بيا دعوه وكيقول لهم بلي انا تعرضت له ما خليتوش يحط. انا عاطيني من الارض وريقه، مشيت عندهم كان طرا لي واحد المشكل في 2017، خديت من عندهم واحد الوريقه، قالوا لي هذه الوريقه هذه غادي تحميك. هاي قالوا لي اي واحد جا وقف عليك دلي بهذه الورقه هذه. لا خلي الوراق وكمل لينا، غير خلي الوراق وكمل لينا. مشيت عندهم عطوني واحد الورقه، مشيت طلعت لكازا للجيش المشاريع، الجيش الملكي عند المخارق، سي المخارق الله يكثر خيره اللي هو اللي استقبلنا احسن استقبال بزاف. وقال لي شنو المشكل اللي عندك؟ قلت له المشكل اللي عندي شنو كاين؟ شنو كاين؟ هاد الناس هادو بغاو يتلاحوا على ديك الارض وانا ما كنخليهمش، كنضل ندبز معاهم. كيجي واحد كيقول لي حيد نتايا، كيجي الاخر كيقول لي حيد نتايا، وانا عييت من الدبز ما بنادم. اللي كيجي كيبغي يحط في هاد الارض هادي، اللي كيجي كيبغي يحط في هاد الارض بزاف. وما انا عندي الحاله ضعيفه، الوالده غير بوحدها اللي من مات الوالد خلى عندي خمس سنين اللي خلى عندي. دابا راه عندي 31 عام وانا في هاد الارض هادي، وقبل مني الوالد ديالي كان شي 80 عام هو هنا في هاد الدار هادي. هذا غير الوالد ديالي، اما انا دابا 31 عام كنعقل على راسي زياده وخلوق في هاد الدار هادي. انت كتشوف الحاله ديال الدار هادي، دار قديمه، وهذا الشيء هذا اش غنقول؟ انا كنطلب من المسؤولين يدخلوا صافي، انا كنطلب من المخارق يجي يشوف الارض هذه ويدير لنا شي حل. ودعتوا الشكايات عند رئيس الجماعه؟ درت درت بزاف شكايات، عطاني باش ندوز السياج، قال لي بلي هذاك السيد راه كيدير الزبل تما، راه كضر كضر هذه المنطقه هذه اللي هنا فيها. شكون اللي خول لك انك دير هذا السياج هذا؟ رئيس الجماعه هو اللي ساعدني وعطاني مسكين باش ندوز السياج، قال لي على حساب الزبل هنايا وشطبها وهادي. ملي درت السياج طرا لي واحد المشكل مع الاب ديال هاد السيد هذا. وفين هو هاد السياج هذا؟ السياج حيدوه، ملي من طرا لي المشكل انا مشيت للحبس حيدوه صافي. ضرب مشاو داوني انا ضمصوني لي في سوق الاربعه، طاولوا عليا الفلوس، ضمصوني بشرط الحبس. خرجت مشيت هاد الاتحاد المغربي للشغل، طلعت لكازا وما يعطوني هاد الوريقه هادي، هي اللي خديت بها البراءه ديالي في 2017 كنعاود هادشي. دابا الدري ولدو ملي مات بو عاد جا هو وعاد بغى يحط، انا بيني وبين بوه نزاع، باقي ما سالاش هاد النزاع هذا. انا ما حاطش براسي، انا كان ما كنطالب والو، انا كنطالب على الارض تبقى خاوي ديال الموالي تيجيو لها. حيت الوالد خلاني هنا مقابلها، خصني نبقى مقابل هاد الارض تيجيو الموالي. وانت عندك انا ما كان انت عندك شي ورقه كتخول لك تتبين انك انت هو الممثل الرسمي تاع هاد الارض هذه؟ عطاوني، مشيت عندهم عطاوني وريقه. ها هي طلع لي السي المخارق الله يكثر خيره، غير كمل. عطاني واحد الوريقه، ها هي، قال لي راه هادي راه دلي بها في اي بلاصه، دلي بها في اي حاجه، وحتى جيتي دلي بها، راه ما كاينش لي. قال لي اصلا انا كون جيتي عندي قبل قال لي ما ضربش هذاك الشرط الحبس، قال لي ما جيتش عندك تو راه ما كنتش عارف، يعني الامكانيات ما كاينش. كانت الامكانيات غنقلب، ولكن انا مقلبش. واحد السيد مسكين هو اللي ساعدني بلا ما نقول سميتو، هو اللي ركبني من عنده وداني حتى لكازا شارع الجيش الملكي. طلعنا عند السيد استقبلنا احسن استقبال، وقال لي الناس ديال الغرب جواد، قلت له انا رد عندي مشاكل تما، وانا كنا انا والوالده ديالي ومجوج، وعندي الزوجه ديال محمد مادو، الابن ديال المناضل الحاج مبارك اللي كان عضو في الاتحاد المغربي للشغل. بان هاد الناس عندهم نفوذ، التجأنا لعند السيد السي مخارق اللي كثر خيرو، استقبلنا احسن استقبال في كازا، عاودنا لي الظروف ديالنا على النزاع اللي كان قبل مع باه. دابا هاد السيد هاد الولد اللي عندنا نزاع مع حاليا ما كانش هنايا، كان في قنيطره سميتو ياسين المدن، رئيس الجماعه عطانا رخصه ديال السيج باش نسيجو. دار راجلي داكشي صيفطوه بشهر ديال الحبس، دخلوا عليه فلوس. هاد السيد عنده نفوذ، تيقول لك انا غادي نطاول عليكم الفلوس. حنا ما تنطلبوا من هاد الناس والو، تنطلبوا غير من المسؤولين يجيو ويشوفوا هاد الارض ديالهم اللي هي امانه في عنقنا. كان شيخ الله يرحمه تقريبا شي 80 عام قبل راجلي، ودابا راجلي راه في عمر 31 عام، يعني هاد المده كامله وحنا حارسين هاد الارض. عندكم شي شهود على هادشي؟ كاينين شهود. كنسكن في سيدي علي التازي في السونتر، حنا حلينا عينينا في المدرسه، كنا صغار في عمرنا 7 سنين، كنا كنعرفوا هاد البلاد هادي ديال هاد السيد مادو، راجل هاد السيد اللي تكلمات.
وهاد البلاد هادي بكل صراحه جات في واحد الموقع استراتيجي للمسؤولين وكل شيء مشوكي عليها وباغيين يهرفوا عليها. وهاد السيد هذا كان صغير ما كيعرفش قيمه الفلوس، ما كيعرفش شنو هي الارض، ما كيعرف حتى شي حاجه. حتى شي واحد حط فيها الياجور، حط فيها هذه اللي لحد الساعه الدري ملي كبر بغى ياخذ الحق ديالو، كل شيء باغي يهرف عليه وكل شيء كل شيء واقف. غنشهد بواحد شهاده الحق ان هاد الدار اللي فيها حنا وهاد الوقعه هادي ديال السيد الحاج مبارك، وهاد السيد الحاج مبارك توفى، خلى ولده صغير، عنده ولد واحد سميته محمد مادو. هاد السيد هذا من كبر وبغى ياخذ الارض ديالو، لقى واحد الناس مدايرين له واحد الحاجز، مبغاوش يحيدو من الارض، استغلوا تقريبا واحد المده انا اللي ما سمعتش واحد 16 عام ديال الاستغلال، ودابا مبغاوش يحيدو. الحق اللي كنتسناو شفاعته وحلينا حنا، حلينا عينينا في هاد الناس هاد مادو محمد والوليده ديالو وكلشي. حنا كبرنا هنايا، هاد الناس هادو كنعرفوهم في هاد الدار هادي مده سنين، هاد مده قديمه. وهاد الناس دابا حاليا شحال من واحد كيبغي يتلاحى هاد الواجهه الارض ديالهم. هاد الناس هادو حنايا الناس كيتغاو عليهم بالفلوس. هذا بعدا مادو محمد مادو عطاوه شهر ديال الحبس، عا سيرتو الحبس على بالفلوس حسب محمد مادو. انسان ما عندوش، هو والدو عنده وليدات وكلشي، دري مازال صغير وشاب، كبر في الفقر في هاد البلاصه، في هاد البلاصه ما كاينش حتى شي واحد حتى شي حاجه. نعم خويا، هاد الشيء اللي عارفين حنا الجيران ديالو، كنعرفوا الدار ديال مادو، هادشي اللي عارفين. هو اللي مسؤول على هاد الارض، هو اللي مسؤول، كاملين عارفين الحقيقه هي ديال مادو، هو اللي مسؤول عليها، هو اللي مقابلها، هو اللي متخلي شي واحد يوصل لها اصلا. ايوا هادشي اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الارض تنعرفوها ديال السي بارك ولدو مادو محمد، يعني شحال من سنوات، شحال من واحد تيجي يطغى عليهم، يعني تيحطوا له بعض مره الرمله، بعض مره الجليج، بعض مره كل مره واشنو. ودابا راه صراحه الله حنا ولاد الحومه، يعني هادشي اللي تنعرفوا زياده وخلوق محمد مادو، وعندو وليدات، يعني حتى هو ما صايبش حتى فين يستقر، وعندو امه، يعني زياده وخلوق حنا تنعرفوا هاد الدار ديال سي بارك. من غير سي بارك ما كاينش شي واحد. كلمة لله، شهادة لله، إلا كان شي شهادة حق، إلا كان شي واحد حنا شهدنا أدينا الواجب، ولا كان شي واحد الأرض ديالو يجي، هو شحال من مرة دوز شهر ديال الحبس نافذا، يعني حنا وقفنا معاه، ورئيس الجماعة وكلشي تعاون معاه، وما عرفناش كيفاش تمشى شهر ديال الحبس، الله أعلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.